بكلينيك اليوم معي دكتور زاهي حلو، أخصائي أمراض معدية وجرثومية. صباح الخير دكتور. صباح الخير. كيف؟ يعني قد ايه بنقز هالموضوع بحد ذاته دكتور، وقد ايه الناس هيك عم بيصير بالفعل معهم مشاكل وما عم بيلاقوا لها دائما حلول؟ ما هو المشكلة إنه ناقص يمكن شوية توعية بهالموضوع، يعني مشان هيك نحن عم نجرب قد ما فينا نعطي معلومات للعالم حتى يعرفوا ياخذوا الإجراءات اللازمة وقتها بتصير معهم هالأمراض هيدي، ويعرفوا ياخذوا العلاج بالوقت المناسب. طبعاً، ومنشان هيك كل سنة بتعملوا مؤتمر للأمراض المعدية والجرثومية، والسنة كانت السنة 15 لهالمؤتمر هيدا، واللي صار بالرغم من كل الظروف ب 6 7 8 فبراير شباط بأوتيل فينيسيا. هالمؤتمر كل سنة بتعملوا كرمال شو؟ يعني هو هيدا المؤتمر هو نحن جمعية لبنانية للأمراض المعدية والجرثومية، نحن تابعين أكيد لنقابة الأطباء بلبنان، وبنعمل هالمؤتمر كل سنة وندعي أطباء من كل أنحاء العالم تصير في تبادل خبرات أكيد. يعني وبالرغم من الظروف هيدا إجينا الأطباء من أمريكا ومن فرنسا ومن إيطاليا ويعني من عدة بلدان، وكان في تبادل الخبرات، وهذا شيء إنه فعلاً إنه بظرف خلال الظروف البلد اللي مرق فيها كان شيء مهم إنه تم هالمؤتمر، وإجا أكثر من 570 طبيب حضروا المؤتمر. واو، يعني عدد بالفعل كتير كبير ضخم. أنا مين بيقوم بهالمبادرة دكتور؟ هل يعني نحن كجمعية لبنانية للأمراض المعدية والجرثومية بننظم هالمؤتمر كل سنة، وانت ما قلت السنة نحن سنة 15 اللي بنعمل فيها المؤتمر. طبعاً بدعم من نائبة الأطباء. أكيد بدعم من نائبة الأطباء، وأكيد بمساهمة شركات الأدوية اللي بتساعدنا كمان تنقدر نجيب الأطباء من برا يشاركونا بالمؤتمر. يعني كيف تصير الدعوات؟ كيف بتدعو؟ يعني هل صاروا الأطباء كل المواضيع الأطباء اللي متخصصين بمواضيع معينة يعني بالعالم اللي هن كتير، يعني لأنه بتعرفي برا صار إيبر سبيسياليزي، يعني حدا متخصص بهالمرض، حدا متخصص بهالفيروس بهالبكتيريا يعني فبنجيب الأطباء اللي فعلا إنه ضالعين بهالموضوع تيجوا يعطونا خبراتهم ونتبادل خبرات مع الأطباء اللبنانيين، وبيجي أطباء عرب كمان. نعم أكيد. عم نحكي هون عن بكتيريا إنما أيضا عن الفيروسات اللي بتصيب الأشخاص، يعني طبعا مش بس الالتهابات البكتيرية. نعم. إنما الفيروسات نحن الانفكشن ديزيز بتشمل كل شيء، يعني بتشمل البكتيريا الفيروس البارازيت. نعم. الأمراض الفطرية كمان. كل الأمراض الانتقالية إذا بدك اللي بتنتقل يعني اللي بتعدي، وكل شيء ناتج عن فيروس بكتيريا بارازيت. دكتور بهالمؤتمر بتحكوا طبعا عن الحلول الجديدة والعلاجات الجديدة، إنما أيضا بتحكوا عن الأمراض اللي عم بتظهر يمكن صحيح. جديد مع مرور السنين. من شو يعني شو اللي بيخلي أمراض جديدة تظهر؟ شو اللي بيخلي إنه يمكن أشياء ما كنتوا سامعين فيها قبل تصير؟ صحيح. هلا هو الفيروسات معروف عنها انه بتظهر كثير مثلا وقتها بصير في حروب مثلا، مثل ما هلا مؤخرا العالم العربي في كثير حروب، وعم يجينا كثير لاجئين من الدول العربيه يعني ومن سوريا بالاخص. يعني فلاحظنا انه اجى كثير امراض جديده، يعني او امراض يمكن قديمه غايبه كان صار لها فتره عم ترجع تظهر هلا بسبب هاللاجئين، لانه يمكن الظروف اللي بيعيشوا فيها منا كثير ظروف سليمه، النظافه منا كافيه، يعني كونديسيون ديجين عندهم منا كثير منيحه، وبصير في عدوى لانه بيقعدوا كلهم بفرد اماكن، يعني باماكن محصوره بصير انتقال اسرع للامراض. نعم. فلاحظنا انه في كثير تكاثر الامراض كانت اختفت شوي لفتره، عم نرجع نشوفها اكثر. نعم دكتور، هل كل بلد عنده يمكن أمراضه؟ أكيد أكيد. يعني هلأ في أمراض موجودة وين ما كان، وخاصة بسبب السفر بينتقل الفيروسات من بلد لآخر، بس في أمراض مثلا شوف فيها مثلا مثل أفريقيا، معروف أنه فيها مثلا كل ما بدنا نسافر على أفريقيا لازم نعمل لقاحات معينة، لازم ناخد علاجات تما نلقط ملاريا، تما نلقط فيروسز معينين. مشان هيك يعني كل ما بدنا مثلا فيها فيرجون هيدا موجود بالبلدان التروبيكال، إن كان أفريقيا أو الهند أو بعض البلاد اللي فيها ريسك، مثلا مش موجود عندنا بلبنان بس وقت بدنا نسافر على هالبلدان لازم نعمل هاللقاح حتى ما نلقط وقت نسافر على هالبلدان. نعم. بعدين مثلا البلاد الشرق الاقصى يعني مثل الصين عندهم كمان فيروسات خصوصي وقت نسافر عليهم فيها على هالبلدان فيها نلقط هالفيروس. بسبب يعني شو؟ هلا يمكن لانه حسب بيئه كل منطقه يعني،
تكاثر الاشياء فيها. مثلا بافريقيا في الانوفيل، هي نوع برغش هو اللي بينقل الملاريا مثلا. هيدي مش موجود الانوفيل عندنا بلبنان حتى نلقى، لانه البرغش مش يعني موجود. بس بيصير اصابات لاشخاص كانوا بافريقيا ورجعوا لهون معهم ملاريا. نعم. يعني هذا المهم انه نعرف كل بلد شو الابيديميولوجي تبعه حتى نعرف شو البكتيريا والفيروس الموجودين بهالبلد. اوكي دكتور، قبل ما نفوت بتفاصيل المؤتمر انا بحب اذكر المشاهدين انه اذا بحبوا يتصلوا ويطرحوا اسئلتهم على الهواء على دكتور زاهي حلو بخصوص الجراثيم والامراض المعديه، بيقدروا يتصلوا طبعا على الارقام اللي عم تمرق قدامهم على الشاشه. دكتور حلو، شو كان جديد المؤتمر هالسنه؟ هلا الجديد المؤتمر هو انه مثل كل سنه نحن بنشوف المواضيع اللي اكثر شيء خلال السنه كان في عليها لغط او كان في عليها يعني مشاكل. هلا الموضوع الاكثر شيء المشكله الكبيره هي ريزيستنس على الانتيبيوتيك، الانتيبيوتيك ريزيستنس اللي عم بتصير بانحاء العالم كلها. يعني الانتيبيوتيك اللي كانوا قويه وكانوا يشتغلوا على البكتيريا اجمالا عم ببلشوا تدريجيا يصيروا ريزيستنت، وصار في عندنا بكتيريا مالتي دراج ريزيستنت، يعني صار تقريبا مجمل الانتيبيوتيك ما بقى يشتغلوا عليها. وهون الصعوبه بعلاج هال يعني ما بقى يتفاعل هالجسم، اما ما بقى هالانتيبيوتيك يعني يقتل هالبكتيريا. اكزاكتلي exactly. يعني مشان هيك نحن بنقول للعالم ما تاخذوا انتيبيوتيك هيك بشكل عشوائي. كثير مهم انه ناخذ الانتيبيوتيك بالترم المناسب، يعني وقتها فعلا التهاب ناتج عن بكتيريا، يعني اذا ناتج عن فيروس الانتيبيوتيك ما راح يعمل اي مفعول. بكون عم ناخذه بلا طعمه وعم نخلي جسمنا يعمل مقاومه مع الوقت. وقتها بنحتاج هالانتيبيوتيك بطل يشتغل. يعني الفيروس بيجي لحال بيروح لحال، ما انه بحاجه ابدا. في بعض العلاجات خاصه للفيروس. أوكي. يعني في انتي فيرو علاجات خاصه لغير ببعض الفيروسات، يعني في علاجات خاصه لها مثل مثلا بالايدز في الانتي فيرو للايدز، في الاربس في له علاج، في كثير فيروس في لهم علاج خاص. بس في بس مش بق انتيبيوتيك، يعني هذا المهم ما ناخذ انتيبيوتيك مثلا اذا رشح ناخذ انتيبيوتيك، لا لازم ناخذ علاج خاص للرشح. ما ناخذ انتيبيوتيك بشكل مكثف، وخاصه انه ناخذه بشكل مزبوط وقتها لازم ناخذه مثل ما وصفنا اياه الطبيب، مثلا العدد الايام كافي مش نوقفه قبل الترم نشوف حالنا صرنا منيح بنوقف الانتيبيوتيك. في ناس حكيم بياخذوا حبتين انتيبيوتيك بفكرون يعني حبتين مسكن. مسكن اكزاكتلي هذا شيء كثير خطا، يعني لازم يعني اخذت حبتين انتيبيوتيك هلا برو هلا برو خلص بوقف ما بعود كفي العلاج، ما بترجع البكتيريا بالوقت بتقاوم بتجي اقوى. ومنشان هيك يمكن بيصير في ريزيستنس. اكزاكتلي مشان هيك لازم نحترم الدوز تبع الدواء، الدوز اللي عطينا اياها الطبيب، مش انه مثلا عطينا حبه على بكره حبه على شيء ناخذ يلا حبه وحده بالنهار بنوفر حبه، لا لازم ناخذ الدوز المضبوطه العلاج المده الكافيه. وعلى طول ما نوقف الانتيبيوتيك لما نراجع الطبيب اذا صار فينا نوقف او لا، مش انه نوقف نحن ساعه اللي بدنا. يعني في كثير اشياء مهمه وما ناخذ ابدا الانتيبيوتيك وقت ما لازم ناخذه، هذا كثير يعني مهم. طبعا لازم يكون مش اذا وجعنا راسنا ناخذ حبه انتيبيوتيك يعني مش بمحلها. يعني مضبوط. حكيم، هل في امراض جديده مبين السنه؟ هلا في امراض كانت مخفيه مثلا مثل الليشمانيوز، هيدي مثلا ما بنشوفها كثير مع اللاجئين السوريين، اجينا كثير حالات ليشمانيوز. التوبركيولوز اللي كانت الليشمانيوز هي نوع بكتيريا بتعمل كمان كتير مضاعفات، يعني هلا اذا بدي احكي عنها بدها حلقه خاصه يعني، بس انه هي من الحالات اللي شفنا كتير منها مؤخرا من وراء لاجئين سوريين. التوبركيولوز اللي هي كتير منتشره هلا كان خفت نسبتها بشكل ملحوظ، السل عم ترجع السل التوبركيولوز السل هلا عم ترجع تزيد كتير، كمان عم نلاحظ كثير حالات سل حتى عند الناس انه اللبنانيه، يعني نحن بنعرف اللبنانيه بينعدوا من الاجانب، وعند اكيد موجود كثير كمان عند العاملات الاجانب طبعا، يعني من هالشيء كثير موجود، وعم ينعدوا الاشخاص اللي ساكنين بنفس المنزل مع المصابين بالسل. السل كمان من الامراض اللي عم تتكاثر كثير. طب في وقايه لهالموضوع دكتور؟ هلا هو ما في علاج وقائي، بس في انه لازم نعمل اكيد فحوصات دائما للاشخاص اللي عم نجي نستخدمهم من بلاد خاصه افريقيا، يعني لازم ينعمل لهم فحوصات قبل، لازم اي عوارض بتبلق بنحسها مثلا سعله او حراره او شيء نعمل الفحص اللازم على السريع حتى نكتشف المرض على بكير قبل ما ينتشر اكثر ويعدي اكثر كمان، تما يصابوا الاطفال اللي بالبيت واهل البيت اللي ساكنين مع نعم. شو بعد في امراض ثانيه كنت عم تقول؟ كثير مثلا الاتش اي في المرض السيدا اللي عم نلاحظ انه عم يرجع يتكاثر كثير كمان، يمكن لانه كمان خفت حملات التوعيه اخر فتره، بينسوا العالم شوي بيرجعوا ما بيعودوا ياخذوا الوقايه اللازمه. كمان انحكى بالمؤتمر عن كل الابديت عن الاتش اي في والعلاجات الجديده للاتش اي في، لانه كمان مع الوقت على طول بنكتشف انه في علاجات بتعمل مشاكل معينه بصير يستبدلوها بعلاجات اخرى. يعني انحكى كمان بالمؤتمر عن كل جديد بمجال الايدز والاتش اي في. يعني دكتور رح نحكي عن العلاجات انما بعد هالوقفه القصيره. أوكي.
منتابع حديثنا بكلينيك مع دكتور زاهي حلو، وموضوعنا هو الأمراض المعدية والجرثومية. دكتور، يعني ما بقدر خبرك قد ايه عم يسألوا الناس أسئلة تحت الهواء، وطبعا فيهم يتصلوا ويسألونا الأسئلة مباشرة على الهواء. عم يسألوا عن أمراض الأفت وأمراض اللثة كمان، نعم. عن الفيروس أتيبيك، عن الأمراض الجلدية كمان، يعني هيك يا ريت تعطينا سريعا يلا فكرة. لو معنا وقت كده بنحكي مفصل أكثر عنه، بس رح نجرب بشكل سريع. الأفت اللي بيطلع بالتم هو أغلب الأحيان كمان ناتج عن فيروس، يعني هلا في له علاجات أكيد، بنعطي علاجات وبنعطي كمان جرجاريسم للتم أكيد. أغلب الأحيان فيروسات بتسبب هالفيروس هالأفت. العالم تخلط أوقات بين الأفت وبين الميكوز، في أنواع فطريات بتطلع كمان على اللسان، هيدا بدها علاج كمان خاص غير يعني غير الأفت اللي بيكون ناتج عن فيروس. بنعطي حبوب وبنعطي كمان مرهم دهنه على اللسان كمان تنخفف الفطريات تبع اللسان. هيدا وقت بيكون فطريات، وقت بيكون فيروس في كمان علاج خاص بنعطيه مع جرجاريزم، يعني بيعملوا بندو بوش على اللسان. أغلبية الحالات وبيكون كمان بيقدر يدق باللسة، بيقدر يدق باللسة. هلا احيانا كمان بعد علاج طويل بالانتيبيوتيك في ينتج كمان افت بالتم كمان هيدا نوع من الفطريات. في امراض، وفي امراض مثل ملاديدو بهست كمان، امراض هيدي ما خاصه بالفيروس بس هي بتعمل افت بالتم. دونك للافت بالتم في كتير اسباب، بس الطبيب اكيد وقت بيعمل فحوصات فيه يحدد شو السبب ويعطي العلاج حسب السبب اللي بيكتشفه. نعم أكيد. في فيروسات حاليا عم نشوفهم حكيم، خصوصي مع الاولاد، يعني فيروس ما بتفهم شو هو، يعني بيعمل وجع بطن، بيعمل وجع عزلعيم، بيعمل شوية سعلة، بيعمل وجع جسم، إنما ما في شيء محدد. يعني نعم. هل هيدا هو الفيروس أتيبيك؟ لا، هلا هو مش فيروس أتيبيك، كل شيء أتيبيك يعني منه شيء أبيتويال، منه شيء عادة منشوفه. هلا في البنومونيا أتيبيك وقت بنلقط بكتيريا يعني مثل البيكو، يعني مثل الميكوبلازما أو الليستيريو، يعني هول بكتيريا منهم عادة منشوفهم، هول بيعملوا التهابات بالرواية، بتعمل صورة الرواية ما بيبين كتير عليها شيء، أو العوارض بتكون مش العوارض الطبيعية اللي منشوفها بحالات البنومونيا. هول كمان لهم مضادات حيوية خاصة بنعطيهم لهم، مش اللي بنعطيهم عادة، بنعطي مضادات خاصة الاتيبيك حتى نعالجهم. هلا هن فيروس اتيبيك عم تقولي في حالات فيروس كمان عم تظهر، مش الفيروسات العاديه اللي بنشوفها على طول، مش هيك بسموها فيروس يمكن اتيبيك. هلا الانفلونزا مثلا، نعرف كل سنه انه الفلو الانفلونزا بيتغير الفيروس من سنه لاخرى، مشان هيك الفاكسين اللي بنعمله للانفلونزا بيتغير من سنه لاخرى، ما بنعمل نفس الفاكسين اللي عملناه السنه الماضيه، لانه اللي عم بيشتغلوا على الفاكسين كل سنه بيشوفوا الابيديمي حول العالم شو صار، اكثر اوت بريكس عن الفيروس. شو التوب 10 توب يعني اللي عم يضبطوا ايه، لما فيهم يعملوا فاكسين على كل انواع الفيروسات لانه كثير كثار، بيشوفوا الاكثر شيء كانوا فريكوينت واكثر شيء صاروا بيعملوا الفاكسين على اساسه، مشان هيك كل سنه بنعمل اللقاح اللي اخر واحد نزل لانه بيكون اجدد واحد ابديت اذا بدك، يعني ابديت يعني جديد الاسواق باللقاحات. دكتور، حكيتني عن الالتهابات اللي عم تنلقط من المستشفيات. ايه هيدا كمان شغله كثير مهمه، لانه بنلاحظ كل انحاء العالم انه الالتهابات بالمستشفيات كثير عم بتزيد، يعني ان كان بعد عمليه جراحيه او عند الاشخاص اللي عندهم كانسر، عندهم مناعه ضعيفه، بيلقطوا كثير امراض. هالامراض بالمستشفيات كمان بتنتقل من مريض لاخر او بتنتقل من مستشفى لاخر، يعني بينقلوا المريض من مستشفى على مستشفى ثاني، بينقل معه البكتيريا على المستشفى، بيصير في انتشار بهالمستشفى او بهالسيرفيس هالبكتيريا اللي جابها. بس دكتور، هيدي اشياء عم نسمع فيها كثير حاليا، يعني كل العالم يعني مش هيدي وورلد وايلد، هيدا مشكله كثير كبيره عم بتصير. طب ليه هلا وبعدين اكتشفوها لانه البكتيريا اللي كنا نشوفها بالمستشفيات بس تكون بقى معروف انه هيدي جيرم اوسبيتاليه، يعني بس للمستشفيات، عم نشوفه حاليا عند الاشخاص اللي ما بحياتهم فاتوا على مستشفى، يعني لانه عم بيصير في انتقال للكوميونيتي، يعني يمكن بنفوت على مطعم، بنفوت على التواليت بالمطعم بنلقط بكتيريا او اي شيء، يعني عم بيصير في عدوى لهالبكتيريا اللي كانوا قبل محصورين بالمستشفيات عم بيصيروا هلا اسباب، لانه عم بتزيد الريزيستنس، يعني عم بتزيد الريزيستنس، وعم بيصير في انه يمكن مريض بيحمل معه البكتيريا بيكون بالمستشفى بيحملها معه وبيظهر، فوقتها بيظهر بينشرها، يعني تنتشر للاشخاص اللي بمحيطه او مطرح معه. طب ليه ما عم ينعرف؟ يعني ليه ما عم ينعرف الشخص؟ ما عنده عوارض؟ اي احيانا بيكون بلا عوارض، هي بيكون بورتر يعني لهالبكتيريا وبيخدها معه، بيكون بكتيريا ملتي ريزيستنت، يعني مقاومه لك كثير انواع انتيبيوتيك، والانتيبيوتيك اللي بناخذهم حبوب ما بيكونوا بيشتغلوا عليها. نعم. مشان هيك يعني احيانا هالبكتيريا اغلب الاحيان بنضطر نفوت المريض مستشفى عشان نعطيه علاج بالمصل، يعني علاج بالعرق، ما بقى يزبط اي دواء حبوب عليها، يعني هيدي بالاشياء اللي كثير هلا حاليا بنشوفها. قبل ما نتابع حديثنا دكتور، معنا اتصال. الو الو، بونجور. بونجور، صباح الخير. الو بونجور، اهلين، تفضلي.
بدي أسأل الحكيم. مين معنا؟ الحكيم سؤال. نعم. أنا بدي أسافر على أفريقيا. نعم. جمعة الجاي أول مرة، شو لازم أخذ لقاحات؟ هلا لافريقيا اهم شيء هن اول شيء الملاريا، اكيد الملاريا ما لها لقاح، ما لها فاكسان، بدك تاخذي علاج بتبلشي على القليل 48 ساعه قبل السفر، وبتخلي هالعلاج بتكفي طوال يعني طوال قعدتك بافريقيا، طوال السجور تبعها اللي بتبقي بافريقيا، وترجع على لبنان بتوقفي العلاج. هيك كرمال الملاريا. هلا في الفيروس تبع يلو فيفر اللي هو الفيفر جون كمان كتير مهم، لانه هيدا بيلقطوه بافريقيا كتير، لازم ينعمل لقاح. هون موجود يمكن على المطار كمان ببيروت، يعني فيك تسالي عنه بالمطار لانه هن حاصرينه هون بالسفارات اجمالا، ما بيعطوا ورقه. كان قبل موجود بالسفارات، كان موجود حتى بالعيادات عندنا، بس هلا بعتقد حصروه بس بالمطار. يعني لازم تروح تعمله بالمطار قبل ما تسافر كمان ليحميها من فيروس الفيفر جون اللي هو فيروس كمان خطير وبيلقطوه كتير بافريقيا. ضروري ينعمل لقاح الفيفر جون. هلا في بقيه الفيروس اللي هن اقل خطوره بس كمان لازم ينعمل لهم لقاح، اللي هن الهباتيت بي والهباتيت ا. الهباتيت ا بتجي بالاكل، الهباتيت بي انواع الصفايره كلهم. نعم. وفي كمان التيفويد بالمطارح اللي فيها كثير وبقيه التيفويد، يعني عمل كمان لقاح التيفويد. ومننجيت يعني اللي هي كمان التهاب السحايا كمان من ال. طب كيف الاشخاص بدهم يعرفوا شو اللقاحات اللي لازم تنعمل قبل ما يسافروا؟ عن الطبيب، ما هن وقت بيروح عن طبيب اخصائي بيقول لهم كل البروتوكول اللي لازم ينعمل قبل ما يسافروا على افريقيا. يعني بنعمل بلاننج. انا كنت يعني ما بعرف، فكرت انه لازم تنعطى ورقه او من السفاره او من اي دائره. هو هذا الاصول، يعني المفروض انه وقت بياخذوا الفيزا على بلد معين، خاصه هالبلدان اللي فيها كثير ريسك، لازم يعطاهم شو اللقاحات لازم يعملوا. على كل حال هن لازم يستشيروا طبيبهم كمان، لانه كل الاطباء هلا بيعرفوا اجمالا شو لازم ينعمل. نعم. معنا اتصال جديد. يلا. الو. الو بونجور. صباح الخير، مين معي؟ لو سمحتي بدي اسال دكتور سؤال. تفضلي. بالنسبه في عندي بلسان هيك شق، هيدا جديد طلع له شي سنه، بعتقد من العض الاسنان انا ونايمه، هل هو له علاج؟ ما سمحت دكتور، ما فهمت شتلل عزيزي. عنده جرح بلسانه، هل هو ملتهب مدام؟ هلا هي العضه فيها تكون هي جرح، يعني مش ضروري يكون في التهاب. هلا اكيد اذا فحصك الطبيب في بين اذا هيدا افت او هيدا جرح، يعني عضه اللسان ممكن تكون مش ملتهبه بس جرح يعني من ورا العضه. نعم دكتور، في علاجات جديده هيك قبل ما نختم تحكينا؟ هلا في كثير علاجات جديده. هلا لسوء الحظ انه بالانتيبيوتيك اخر سنوات ما قدروا بقى اكتشفوا عيال جديده، لانه استهلكوا كل طاقتهم بالسنين السابقه. يعني مؤخرا عم نشوف اصعب انه يكتشفوا انتيبيوتيك جديد. بعلاجات الايدز في كثير ادويه جديده طلعت، يعني عم بيصير في نتائج كتير مذهلة بالأيدز، وعم بيخفف نسبة الفيروس بالدم الفيرمي. الكانسر في كمان تطورات، أكيد في علاجات كتير عم يعني لقوا العلاجات اللي بتخفف العوارض الجانبية، هذا الأهم يعني. لأنه بنعرف إنه العلاجات هيدي لها كتير عوارض جانبية، يعني بكل المجالات عم بيجربوا يلاقوا الأدوية اللي بتتخذ أول شيء مرة بالنهار، يعني تكون أخف ما إنه تاخذيها عدة مرات بالنهار وتعطي أقل عوارض جانبية. يعني. نعم. يعني لسؤال حد ما عم فينا نفوت كتير بالتفاصيل، يعني لأنه مواضيع كتير شاملة يعني. إنما طبعا بيقدروا يستشيروا أطبائهم المشاهدين إذا حسوا هيك في عندهم عارض من هالنوع، وطبعا الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهم شيء إنه ما ياخذوا الأنتيبيوتيك بشكل عشوائي. أكيد هيدا مساج إذا بدك تيك هوم مسج. دكتور زاهي حلو، أهلا وسهلا فيك. شكرا، نحن استفدنا كثير من وجودك معنا اليوم. مشاهدينا انتهت حلقتنا لليوم، طبعا فيكن ترجعوا تشوفوا كل فقراتنا على mtv.com.lv. انا بدي اتمنى لكم بقية نهار ممتع. باي باي.